Lesson number 4. Vowels. Fatha. Note for teachers. The fatha sign is always above a letter. When reading a letter with fatha, the vowel sound should not be stretched, nor should it be read with a jerk. ب فتح ب ت فتح ت ث فتح ث ج فتح ج ح فتح ح خ فتح خ د فتح د ذ فتح ذ ر فتح ر ز فتح ز س فتح س ش فتح ش ص فتح ص ظ فتح ظ ق فتح ط ظ فتح ظ عين فتح ع غ فتح غ ف فتح ف ق فتح ق ك فتح ك لام فتح ل م فتح م ن فتح ن واو فتح و ها فتح ها همزة فتح ا همزة فتح ا يا فتح يا يا فتح يا